مرحبا بكم على قناتي في فيديو جديد متعلق بمدينة فالنسيان الفرنسية الجميلة. تتبعوا معي الفيديو سوف يعجبكم كثيرا. والآن ما تشاهدونه هو أجمل مكان في فالنسيان، يعني المعروف أو المسمى ب بلاس دارم. هذا هو مركز هذه المدينة الجميلة، يعني بالفرنسية لو سونتر في دو فالنسيان. فوالا اللي مانيفيك، شاهدوا هنا
شكرا على المتابعة ودمتم على خير، إلى اللقاء.